الولايات المتحدة الأمريكية ما في شك شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، شريك. في خضم العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية من جهة، والأزمة الأوكرانية من جهة أخرى، وفي ظل تصعيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخير بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهرت معلومات إلى العلن تكشف عن تحريك مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يعارض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وشركائها أوبك بلاس للمساعدة التي وربما للعقوبات. فما القصة؟ Gas prices relate to a foreign policy initiative that is about something that goes beyond the cost of gas. وفي التفاصيل، أشار الصحفي خالد الجيوسي إلى أن تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي وإقرار لجنته القضائية مشروع قانون نوبك يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، لافتا إلى أن هذا المشروع قد يشي بنوايا أمريكية على الأقل للضغط على حلفاء أمريكا النفطيين، وربما الذهاب بعيدا حال إقرار المشروع من مجلسي الشيوخ والنواب ثم يوقعه رئيس جو بايدن ليصبح قانوناً بحسب صحيفة رأي اليوم. وأوضح أن بايدن قد يتجه نحو التوقيع على مشروع قانون يسمح بمقاضاة حلفائه النفطيين بواقع الضغوطات الاقتصادية التي يواجهها، ولافت في هذا المشروع القديم الجديد المعروف باسم نوبك، أي لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط، أنه جاء برعاية النائب الجمهوري تشاك غريسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبتشار، أي أن ثمة مخاوف بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء من استمرار الرفض السعودي والإماراتي لزيادة الإنتاج النفطي، كما حظي المشروع بتأييد 17 عضواً في اللجنة القضائية مقابل رفض 4 مع تزايد ارتفاع التضخم بحسب المصدر السابق. ولافت إلى أنه في حال توقيع بايدن على مشروع القانون وتحويله لقانون يسمح الأخير المعروف باسم نوبك للمدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك وأعضائها ومنهم السعودية أمام محكمة اتحادية إلى جانب منتجين آخرين متحالفين مع أوبك مثل روسيا، وهؤلاء جميعاً وفق ما يزعم القانون يتآمرون لخفض الإمدادات بحسب المصدر السابق. ولكن لهذه الخطوة انعكاسات سلبية، إذ كان بن سلمان قد هدد فعلياً عبر مصادر تقارير صحفية غربية بتسعير إنتاجه النفطي باليوان الصيني حال إصرار الإدارة الأمريكية على تجاهله، ولعله سيحول تهديده إلى واقع حال أقدم الرئيس بايدن على المغامرة بالتوقيع وإتاحة مقاضاة السعودية من خلال قانون نوبك، حيث الأخيرة كانت قد لوحت عام 2019 ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا ما أقرت في حينها واشنطن نسخة سابقة من مشروع قانون نوبك بحسب المصدر السابق.